عشاق لدينا ما كنتم، اهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد خساره فريق الوداد البيضاوي امام نظيره سان داونز الجنوب افريقي برسم ربع نهائي منافسات عصبه ابطال افريقيا بهدف لصفر، يمزلنا الشارع المغربي بسرور بعض المواطنين. شنو توقعاتهم تجاه المقابله اللي غادي تجمع بين الفريقين في اياب ربع نهائي منافسات عصبه ابطال افريقيا؟ بقوا معنا بشوفوا الاجوبه ديال الناس. ان شاء الله غادي نروحوا، وعندنا امل كبير في الوداد، احنا محبين الوداد حتى النخاع. وهي غتكون صعيبه، طيب بعض الحالات تكون صعيبه، ولكن الصعوبه غنتجاوزوها ان شاء الله وغادي ننتصروا وبحصه ثقيله. ومباراه الاياب غتكون مباراه قويه بكل صراحه، زعما كاين غادي تكون هذيك سان داون غادي تكون ند لند للفريق اللي صار الفريق، ولكن مع موت هي الخطا في الذهاب مقابله الاياب، زعما كاين لحقات سباق له خطا السنه الماضيه، ولكن مثلا ما يحاولش يخطا، يعني كفي الهزيمه اللي نهزم امام الفتح الرباطي، هذيك راه عطاتو درس من الدروس. هو باغي يلعب على البطوله هذا العام، وباغي يلعب على كاس فرق البطاله، يعني ضروري غادي ينتصر، ولا ما انتصرش غيعرف انه غادي يمشي في حالته. عموته اخر مقابله اللي هي لسان داون ديال جنوب افريقيا. مستوى ديال الوداد اللي بان فيه في اخر ماتش ماشي مستوى ديال الشامبيونز ليغ، مستوى ماشي اصلا ماشي كره هذه اللي كيلعبوا بها هما. عموته خصني نقول ليه خصو يعطي لعابه شي دعم ويلعب بكره في لاطاك وفي الهجوم، شي قدر يربح، لكن هذاك اللاعب راه ما غيلعب ما والو. الا كان دعمهم وعطاهم شي اراده جديده، هما الا كان نفس البروغرام نفس النتيجه نفس السير ما غيقدروا يديروا والو، قدروا يخرجوا بالتعادل. هذه النتيجه الماديه. الوداد صعيب عليها باش ترجع في المقابله، انا كتبان لي الفورماسيون ديالها ما شويه ناقصه هذا العام. المدرب خاصو فهمتي خاصو غير شويه يجتهد شويه وهادي وياخذ مع الجمهور وهادي وان شاء الله غيكون التوفيق ان شاء الله. توقعات اختي الوداد صعيب على هذه المقابله هذه ديال الرجوله، لان المقابله الاولى كانت شويه مزايره وخسروا ديجا، والراجل ان شاء الله هي اللي غادي هذا العام بطوله. صعيب ما يمكنش لهم كاع، واخا يديروا التعادل يقدر يبقاو ديما طايحين، خاصهم جوج نقاط ولا ثلاثه. ان شاء الله الوداد البيضاوي ان شاء الله هو اللي غيكون فائز، رغم الخساره بواحد الزيرو في الذهب. ان شاء الله في الاياب غادي يحقق لنا ان شاء الله نجاح كبير، وان شاء الله غادي تكون ان شاء الله الوداد هي اللي رابحه، وكنشجعوا فريق الوداد ان شاء الله. إذن مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا في الأجوبة ديال المواطنين كانت متقاربة، بحيث أغلبيتهم قالوا لأن فريق الوداد قادر لأنه يرجع في منافسة ويتأهل نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا على حساب ضيفي سان داونز الجنوب إفريقي، كما على المدرب عموتة أنه يقحم لاعبين في مستوى باش يحققوا نتيجة إيجابية. إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.